يا سي حفافي يا سي حفافي. السلام عليكم حبايبي الجيمرز في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد من لعبه لايف افتر وسلسله تختيم مهمات الكتاب. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون في اربع مهمات تقريبا، اعتقد اربع مهمات هنشوفهم مع بعض. ايه رايكم يا جدعان في اللبس الجديد؟ جاي لي هديه والله 30 يوم بس، يعني ها يعني ادينا طلعنا من اللعبه في حاجه، يعني حاجه لطيفه والله، بس ما علينا. يعني المهم قبل ما نبدا طبعا الفيديو كالعاده، ما تنساش تعمل لايك وتدوس على زرار الاشتراك وتفعل زرار الجرس وتختار الكل عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ويلا بينا. اوكي، بدلنا الاكونت وفتحنا اكونت روبينا الجميله اللي خدت اللبس المجاني بتاع اللي اللعبه مديهولها. خلينا نشوف المهمات. سرفايفل مانوال. اوكي، بيقول لك ديفيت روبرز. الروبرز دول في اسيريان هيلز. الجدير بالذكر ان البوتات دول موجودين في كذا خريطة، تمام؟ فركز كويس وشوف، هو يعني حاول ان انت تلقط الكلام، تمام؟ كاتب لك هنا اسيريان هيلز، فاحنا المفروض كده احنا رايحين خريطة اسيريان هيلز، واعرف المكان روبرز دين. فاحنا بالخطوة السريعة كده هنروح لاسيريان هيلز ونرجع لبعض تاني. اوكي، وصلنا خريطة اسيريان هيلز. اسيريان هيلز يعني انت ما تفكرنيش ان انا بقى خلاص يعني مش بنطق الانجليزي حلو، لا. اي خدمة يا عم، اي خدمة. المهم خلينا في المهمة بتاعتنا، نفتح الخريطة الجميلة ونشوف يا سيدي الروبا. نايس، شوف فين احنا نشوف يعني ايه في اتنين، واحدة اهي وواحدة اهي. احنا نروح لنهين بقى في واحدة تانية، عايزين نروح لحاجة تكون خفيفة كده عشان الناس ما تتخضش منها. بص، هو مش عارف بصراحة، مش عارف اروح لدي ولا اروح لدي، يعني على العلم ان الاتنين ليفل واحد يعني، فاهمني؟ يعني دي عايزة كومبات ليفل 13 وده عايزة كومبات ليفل 13. خلاص هنختار دي، هنختار دي عشان هي قريبة من الخط ده، هنعرف نروح لها بسهولة، فهنختار دي. ممكن تختار دي او دي براحتك عادي يعني. ويلا بقى نروح هناك ونرجع على طول عشان الطريق طويل شوية. بس اقول لك حاجة مهمة، لو انت في اسيران هيلز وزي ما انت شايف كده في علامة نار طالعة كده والشخصية عمالة تعرق، ممكن بكل بساطة تخش هنا، المفروض تلاقي في مروحة هنا اهي، هتصنعها بالنانو بلاستيك. بنقلب من هنا كده، تمام؟ بنجيب موارد، عايزة خشب وستون وايرون اور، ممكن تدوس كده تقلب النانو بلاستيك، هنشرحه بعدين. تصنعها بالنانو بلاستيك، تعمل كرافت، تفضل ماسكها في ايدك كده عشان الجو وحش بصراحة، ف كده كده الدنيا مطرت اهي، فكده كده الحر راح خلاص. نشوف الواجهة بتاعتنا ونعمل ناب ونحدد المكان اللي احنا عايزين نروحه. اوكي، ممكن ننزل هنا، ممكن ننزل هنا ونكمل بالموتوسيكل، ندوس على ستارت ناب. وزي ما انتم شايفين كده البوتات اهي، طبعا البوتات دول في منهم بيبقى معاه سلاح اللي هو رشاش، وفي اللي بيبقى معاه سلاح اللي هو سلاح عادي يعني اللي هو سلاح سكينة او مضرب وكده. فاحنا هنجرب نصطادهم من بعيد لبعيد كده بالسنايبر ونشوف. ادي واحد، اتنين، ادي تلاتة. بتتحسب، عايزين نعرف بس بتتحسب. اوكي، بيتحسبوا، مش لازم تلوتهم، انت ممكن من بعيد لهم. خلينا نجرب نقتل بالاوزي، انا عارف ان اغلب الناس معاكم هيبقى معاهم اوزي، خلينا نجرب. اوكي، لو انت هتضرب بالاوزي مش هتلحق تضرب كتير، فخلي بالك اضرب وانت بتتحرك كده عشان ما يعني ما يلحقش يضربك. ولو جاي عليك وفي ايده حاجه خشبه او سكينه وكده، حاول تبعد عنه يعني ما تقربش منه عشان ما يضربكش. لو هو معاه سلاح من بعيد هجيبك كده كده. اوكي، انما لو معاه سكينه زي ده كده لا، ده مع رشاش. لو معاه اهو زي ده، شوف بص، ما يقدرش يضربك من بعيد، لازم يقرب عليك، فده سهل ده. انما اللي معاه سلاح ده استخبى منه واضرب، فاهمني؟ ده بالاوزي عشان بس الناس هتقول ده انت معاك سنايبر وبتاع، لا بالاوزي اهو.
نشوف بعد كده اللي هو عايزه. طبعا انا المهمة دي انا عديتها، اللي هو بيقول لك اقتل المينيت سام انيمالز اند انفكتد تو كولكت كلاوز اند بيست تندونز. ده عايزك تقتل حيوانات او زومبيز عشان تاخد منهم كلاو اللي هو المخلب او الشحم اللي هو الابيض ده. تعالوا كده الاول نجرب، ممكن في هنا حيوانات ممكن نجرب نقتل منهم حاجة ونشوف، عشان اوريكم بس اللي هيطلع منهم. في خرفان هنا اهو، خد ولا اوكي، بيطلع منه كلاو. هتجمع زي ده كده، يا اما تقتل زومبيز وتجمع منهم الكلاو ده والتندون. التندون ده مش عارف، مش فاكر بصراحة يعني، هي كانت لحمة مش فاكر كانت لحمة، لا دي لحمة التانية اسمها تندون، بس هي غالبا يا اما لحمة يا اما مورد كده بيطلع لما تقتل زومبيز. هحط لكم صورته في المونتاج على الشاشة لان انا مش فاكر بصراحة التندون ده ايه. او استنوا كده، استنى نروح بعيد ليه، اهو ايوه هو ده. بنجيب الموارد اللي في الخريطة من العلامة بتاع الزرع اللي فوق دي، هتجيب لك الموارد اللي في الخريطة اللي هي هنا اهي السيرن هيلز، تجيب لك الموارد ده التندون اهو يا جماعة بتاع اللي عامل شبه الشعرية الاندومي دي. فبس كده، دي المهمة اللي مش هينفع ان انا اصورها لان انا عملتها بالفعل بالغلط، او يمكن انا عملناها سوا تقريبا في مهمة من المهمات اللي فاتت فاتحسبت هنا، فاهمني؟ فخلاص مش مشكلة يعني. نخش على المهمة اللي بعدها، وبيقول لك ذا فيش مش عارف ايه، عايز نتعلم الصيد. هنا الناس اللي كانت مش عارفه تجيب السناره منين. هنروح عند فيست، ده تقريبا عامل لي علامه عليه، هو فين ده؟ حركة فيست ولا فاست ده ولا ايه؟ اهو ديسبلاي يا عم، فين هو بقى؟ ايوه يا سلام، هنروح لعمك فيست. فاست مش عارف ليه جايه معايا فيست، هنروح لعمك فاست ده في السريع كده ونرجع. قربنا نوصل عند فاست اللي هو ده، نايس. في ناس هنا اهو، هنكلمه مش عارف are you waiting for someone، كلام ملوش لازمة. try it، هيدينا سنارة ومخطوطة السنارة والطعم ومخطوطة الطعم. هنفتح ده كده يا معلم، والمخطوطات اتعلمت صح، مفيش حاجة وقعت على الأرض. اوكي تمام، بيقول لك fishing requires thinking and patient complete the first fishing مش عارف quit from vast. اوكي هو vast بيقول ايه؟ fishing مش عارف ايه، vast ايه المهمة بتاعتك يا عم؟ فين مهمتك؟ بعدين نشوف المهمات. let's go fishing. اوكي هاي نعمل تراك ليها. بنجيب المهمات ازاي؟ هتدوس على المهمات اللي في الجامعة جيلك دي، هتلاقي مهمة اسمها ليتس جو فيشنج اهي. لا هي اسمها دي، هي دي هتعمل لها تراك وتشوف جو فيشنج ويز ارود اند مش عارف ايه بيت ان اسينت كاتش ايذر اجراس كراب اور اشريمب اور اسوام بيل. فاحنا في نفس المكان كده، هنقوم عاملين جايين فين السنارة اهي، هنعمل جير. اوكي لو جيت يعني لو جيت مثلا ايه تصطاد كده هيفتح لك قائمة بتاعة الطعم، هتدوس على الطعم اللي احنا خدناه اصلا وتعمل يوز، وهتقوم اكنك هتضرب اهو، تفضل دايس كده عشان تنشن على المكان بتاعك وتعمل كده. اوكي عايز تستنى وتعمل يدوي مفيش مشكلة، عايز تخلي تلقائي هتدوس على الشاشة اللي في الجنب دي عشان هو يتعامل مع نفسه. ولما ندور على كراب او شريمب اللي هو جمبري او سوامب، فاحنا هنفضل قاعدين قدامه كده اما نشوف الدنيا فيها ايه، وهجريها لكم في المونتاج يعني عشان ما تفضلش مستني لان هيطول شويه. انا الصيد ده احيانا بجمع بعمل مثلا طعم كتير وكم سناره او سناره مثلا كويسه ليفل عالي، واقوم سايبها كده راميها مع مع الشخصيه بتاعتي وسايبها تصطاد بقى مع نفسها. اوكي انا ما معيش حاجات في الشنطه، محتاج ان انا افضي الشنطه. اوكي عايزين ثانية واحدة كده ممكن. اوكي هندي حاجات للكلب عشان يخليها معاه. اوكي نايس، الكلب برضو معهوش مساحة. طب اعمل ايه؟ العمل ايه؟ انا معايا ايه اصلا؟ اوكي ممكن نمسح ده، ممكن نمسح ده، ممكن نمسح الكلاو مش محتاجه، ممكن نمسح ده. تتزنق امسح من اللي معاك. ده ايه؟
تست ريبد. لا ده هو مش عايز، ده هو عايز حاجة تانية. اوكي طبعا المكان حر، فالشخصية عمالة تتدمج، فانت تابع الشروط بتاعك ده عشان الشخصية بتاعك ما تتدمجش كتير وتقوم واقع نوك. هنسيبه يصطاد برضو زي ما هو ونشوف هيوصل لإيه. اوكي انا لحد دلوقتي ما مسكتش السمكة اللي هو عايزها اعتقد يعني. طب الحل ايه؟ طيب يا عم فاست انت ولا نيل انت؟ طب مرة بيخلص، فممكن تصنع من الفورمولا. طالما انت خدت المخطوطة الصنارة والطعم هيظهروا لك في الفورمولا اهو اهو. طبعا احنا اتعودنا نصنع بالنيرو بلاستيك، فهصنع طعم كمان. وبص يا سيدي بقى، في حوار الصيد في نقط زي ما انت شايف كده، النقط اللي فيها السمك دي ممكن تروح تصطاد فيها، بيبقى فيها زي بونص كده او سمك كويس، وموارد مع السمك بتطلع لك موارد مع السمك، بس مش كلها تعرف تصطاد فيها يعني. انت على حسب ليفل السنارة بتاعتك هينفع تصطاد ولا لا. فخلينا ندور كده ونشوف هل جنبنا دي نقدر نصطاد فيها بالسنارة دي ولا هتبقى فاكسة ولا ايه، مش عارف. خلينا نروح لها كده ونشوف. لو هي ليفل واحد نقدر نصطاد ليفل واحد. اوكي ليفل واحد نقدر نصطاد فيها بالسنارة اللي معانا اهو، عادي خالص. هتدوس اكنك هتضرب هيطلع لك طعم، هنختار الطعم نعمل يوز، ونيجي هنا كده في النص في الدايرة دي ونقول حاطين الطعم بتاعنا، ونسيب الغماز اوتو عشان احنا مش فاضيين ان احنا نقعد كل شوية نطلع السنارة وكده. بس الاحسن الافضل ان انت تشتغل يدوي. ليه؟ بتجيب الاسماك اللي هي النادرة اسرع، او في اسماك اصلا اللي هي البص او الملكة بتاع السمك ده انت بتحتاجها في في الاندكس اللي هو الاندكس ده، تمام. بتحتاج ان انت تصطاد سمكة اللي هي الملكة بتاعتهم، معرفش بيسموها ايه، بس احنا كده خلصنا صطادنا اسمه ايه ده، شريمب اهو. فمن الاول كده دور على المكان اللي فيه اللي هو السمك ده وروح اصطاد فيه، كل ليفل واحد عشان تنجز نفسك. بعد كده نرجع لفاست تاني اللي تحت ده. طيب اوكي نروح لفاست تاني، مش عارف المهمة كده عدت. اوكي نروح لفاست تاني عشان هيدينا مخطوطات تانية اعتقد يعني. ايه يا عم فاست ايه الكلام؟ ام باك فور اكزامبل مش عارف ايه، باك باك اس فول مش عارف. اوكي هو عايز يدينا حاجة في الشنطة، بس احنا الشنطة بتاعتنا مليانة. طب هنتصرف ازاي؟ ممكن نشيل المروحة دي، ممكن الطلق ده كده كده مش محتاجينه، ممكن ده نصنعه تاني مفيش مشكلة. ايه ده؟ ده ممكن نعمله انرجايز، نايس والله. اوكي هنمسح ده برضو، معلش انا اسف. نمسح تاني، ممكن نمسح الاستيكر ده انا مش محتاج، او ممكن نعمل يوز. اوكي تمام نعمل له يوز. نكلم الراجل ده تاني عشان ناخد الحاجات اللي هيديها لنا. اوكي دلوقتي يا عم اللي معاك، نايس ادالنا الحاجة اللي معانا كده، المهم عدت تمام. اوكي نايس المهم عدت. اللي بعد كده يعتبر انا عديته لان عملت ابجريد للمانور يعني. بس فيه الفيديو اللي جاي بقى فيه مهمة يعني، بص ناس كتير عايزة المهمة دي اللي هي بتاعة فورستر سيتي، ودي هنسيبها الفيديو الجاي وهحاول نعمله بسرعة. بس هي في حاجتين احنا عاملينهم فمش مشكلة هشرحها لكم برضو، ده هو ابجريد للمانور واحنا عاملينه قبل كده يعني، مش قصة.
خلينا الاول ناخد نعمل كليم للبتاع ده. نايس، احنا عاملين مسكة باين. هنكررها تاني ولا اشرحها لكم في السريع كده؟ طيب هشرحها لكم بقى في الفيديو الجديد وخلاص، لاني كده مش هقدر ان اشرحها في الفيديو ده، وهنكررها تاني، هنعيدها تاني يعني. فخلينا الاحسن نعيدها في فيديو لوحدها، عشان الفيديو ده هيطول كده ومش هقدر ان ارفعه. بس كده ده كل الموجود للفيديو النهاردة. هنعمل طبعا كليم وناخد الهدية بتاعت الراجل ده، طعم كتير اهو. اوكي، ومفروض في حاجة في الجايد هنا هتتفتح عشان احنا تمام، هناخدها برضو. في حاجة هنا كمان، لا مفيش. اوكي ده كده خلاص، وكده خلص فيديو النهاردة ان شاء الله. متنسوش طبعا قبل ما تقفل الفيديو تعملوا لايك وتدوسوا على زرار الاشتراك وتفعلوا زرار الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا اشعارات بالفيديوهات الجاية ان شاء الله. وباذن الله الفيديو الجاي هيبقى بسيط جدا، هشرح لكم في السريع، يا اما هعيد المهمات تاني، فهيبقى بعد ده ان شاء الله على طول برضو زي ما ده نزل لكم على طول، ما فرقش غير يومين بس، لان الفيديوهات بصراحه بتاخد وقت معايا، فانا اسف على التاخير ده، فانا معلش معلش اعذروني يعني. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، في رعايه الله.